حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن المساعي لعقد جولة جديدة من المحادثات ومبادرة الميليشيا بهدنة جزئية على الحدود. ربما في محاولة للالتفاف على مساعي الحل في اليمن تعيد الميليشيا الحديث عن الهدنة ومن خلفه الحل إلى نقطة الصفر في كل مرة. هذه المرة ومع وصول ولد الشيخ إلى مسقط لبحث تفاصيل الهدنة المرتقبة مع وفد الانقلابيين في مسقط، أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين عن مبادرة تقوم على أساس إيقاف ضربات التحالف العربي مقابل توقف ميليشياته عن هجماتهم على الحدود وإيقاف إطلاق صواريخه على المناطق السعودية، وهو ما رفضته قيادة التحالف العربي مطالبة الميليشيا بالالتزام بمرجعيات السلام المعتمدة من أجل التوصل إلى حل شامل. تصطدم كل تحركات المجتمع الدولي الرامية للتوصل إلى حل بعقبات الميليشيا، فيما لا يبدو أن المجتمع الدولي قد سئم هذه اللعبة ولا يزال يقدم العروض للميليشيا بدون أن تتصاحب تلك العروض مع ما يقابلها من ضغوط أو عقوبات، وهو ما سمح باستمرار ملهات الحل السياسي التي لم تتقدم خطوة واحدة على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاقها. فرص التوصل إلى هدنة وموقف المجتمع الدولي من الميليشيا في هذه اللحظة سيكون محور حديثنا هذا المساء في هذه الحلقة من زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل كمال حيدرة ومزيد من التفصيل عن موضوع هذه الحلقة. على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق قطار التسوية في اليمن وثلاث جولات من المحادثات بين الحكومة والميليشيا، إلا أن الحديث عن قرب التوصل إلى حل سياسي للأزمة يعود في كل مرة إلى نقطة الصفر، تكتيك اتبعه الطرف الانقلابي للتهرب من استحقاقات السلام والذي سيفرض عليهم إنهاء انقلابهم والتراجع عن الخطوات التي قاموا بها خلال عامين من الانقلاب، وهو ما جعل الطريق إلى السلام في اليمن يبدو أبعد في كل مرة عن المرة السابقة. هذه المرة ومع تصاعد الحديث عن هدنة جديدة تتزامن مع تقديرات لعقد جولة رابعة من المحادثات، عاد الانقلابيون إلى الحديث عن وقف الغارات التي ينفذها طيران التحالف مقابل وقف العمليات العسكرية التي ينفذونها على الحدود والتوقف عن إطلاق الصواريخ البالستية على المدن السعودية. رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للانقلابيين في صنعاء طرح ما أسماه مبادرة جديدة تنص على وقف غارات التحالف مقابل إيقاف الميليشيا العملية على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ، في حين لم تتطرق المبادرة لخطة السلام المطروحة من الجانب الدولي ولا للهدنة الإنسانية التي وصل المبعوث الأممي إلى مسقط لبحثها مع وفد الانقلابيين هناك. عرض الوقف الجزئي للحرب المطروح من قبل الانقلابيين قبل بالرفض من التحالف العربي الذي شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة، وقال المتحدث باسم التحالف اللواء أحمد عسيري أن التحالف يرحب بأي جهد لتسوية سياسية حقيقية بدلا عن هدنة جزئية بلا رقابة ولا مراقبين حسب قوله، داعياً الانقلابيين إلى الموافقة على مقترحات كيري والالتزام بالمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل في اليمن. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع الزميل الصحفي مختار الرحبي، الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية من الرياض ينضم إلينا، أهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أخي سامي والمشاهدين الكرام وبالضيوف الكرام جميعا. أخي مختار، ولد الشيخ اليوم في مسقط يبحث التوصل إلى هدنة قبل استئناف المحادثات السياسية بين الحكومة والميليشيا، وفق متابعاتك إلى أين وصلت جهود ولد الشيخ؟ نعم، هو كان المبعوث الدولي قد التقى مع فخامة رئيس الجمهورية في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتم طرح موضوع الهدنة وكذلك طرح اشتراطات تقدمت بها الحكومة اليمنية، وعلى إثر ذلك نقلها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى وفد الانقلابيين المتواجد في مسقط، فنحن بانتظار ما سيتم إعلانه بعد لقاء المبعوث الدولي. هل لديك أي معلومات عن ما نقله ولد الشيخ من هادي إلى الحوثيين؟ نعم، الاشتراطات هي بحسب بعض المعلومات التي وصلتنا هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الأدوية والأغذية إلى كافة المناطق المحاصرة ومنها محافظة تعز ورفع الحصار الكامل والشامل على المدن المحاصرة ومنها بالطبع مدينة تعز. هذا طبعا ما تم طرحه وما تم الإعلان عنه، قد يكون هناك أشياء لم يتم الإعلان عنها، لكن هذا بشكل عام هو اشتراطات الحكومة بأن يتم وقف والتزام بوقف إطلاق النار في كافة المناطق وفي كافة المحافظات التي تشهد فيها يعني مشتعلة الأحداث فيها،
وكذلك السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والصحية إلى محافظة تعز وكافة المناطق. أعتقد أنه في حال تم التوصل إلى تهدئة أعتقد أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إعلان عن الهدنة إذا طبعا إذا وافقوا على الشروط المنقولة إليهم عبر الوسيط الأممي. طيب الرئيس ما يعرف بالمجلس السياسي التابع للانقلابيين طرح مبادرة تتحدث عن هدنة على الحدود، كيف تفهم هذه الخطوة أو هذه المبادرة؟ يعني هذه أخي سامي هم يريدون تحويل الصراع ما بين المملكة العربية السعودية وما بين اليمن، وهذا طبعا غير صحيح. مشكلة المملكة العربية السعودية ليس لديها مشكلة مع الشعب اليمني، وهي لا تخوض حرب مع أبناء الشعب اليمني، إنما جاءت بعد طلب من رئيس منتخب من أبناء الشعب اليمني حصل على 7 ملايين صوت من أبناء الشعب اليمني معترف به في كافة المحافل الدولية، بل ويمثل اليمن في كافة المحافل الدولية ومعترف به في جميع أنحاء العالم. بالتالي جاء هذا الطلب للمملكة العربية السعودية لقيادة التحالف لإعادة الشرعية لليمن. الآن يريد صالح الصماد وعلي عبد الله صالح تحويل الصراع ما بين الشرعية وكذلك هم كقوة متمردة انقلابية قامت بانقلاب على اليمن في 21 سبتمبر 2014 إلى صراع ما بين المملكة العربية السعودية واليمن. بالتالي هم يريدون الآن يقولون أنهم يريدون التوصل مع المملكة العربية السعودية إلى تسوية وإلى إيقاف الحرب ما بينهم وبين المملكة العربية السعودية، والموضوع مختلف عن ذلك تماما. هم يريدون الضغط على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ وإطلاق القذائف على المناطق الحدودية للضغط عليها للتوقف عن قيادة العمليات العسكرية ضد الانقلابيين. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة لم تتلقى أي مبادرة جديدة لا من الانقلابيين ولا من الأمم المتحدة، وأي مبادرة وأي تصريحات إعلامية لم تتلقى الحكومة أي مبادرات. لكن إذا ما تحدثنا عن استئناف لأي مشاورات ربما خلال الأيام أو الفترة القادمة، ربما تكون حول أي فكرة أو حول أي مشروع من مشاريع المبادرات التي تطرح بشأن الأزمة اليمنية، هل أفكار كيري أم رؤية ولد الشيخ؟ كل المبادرات التي تم تقديمها هي لم تخرج عن إطار المرجعية المتفق عليها، القرار الدولي وكذلك مخرجات الحوار الوطني وأيضا المبادرة الخليجية، حتى مقترحات كيري وكذلك الخطة الطريقة التي تقدم بها إسماعيل الشيخ أحمد لم تخرج عن إطار المرجعية الثلاثة ولم تخرج عن القرار الدولي 22-16. بالتالي صالح الصماد وكذلك علي عبد الله صالح فقط أن يطلقوا قنابل صوتية هنا وهناك لإشغال وسائل الإعلام فقط، أما بالنسبة لأي مقترحات تكون خارج إطار المرجعية المتفق عليها هي مرفوضة ولن يتم النقاش حولها ولن يتم الاجتماع حولها حتى لو عادت المشاورات خلال الشهر. يبدو أن لا، ليس صالح الصماد وعلي عبد الله صالح فقط من يطلقون قنابل صوتية تنشغل بها وسائل الإعلام، ربما أيضا وزير الخارجية كيري أطلق مبادرة هي بعيدة عن المرجعية التي تتحدث عنها. شكرا لك جزيلا مختار رحبي الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. أن نستمر في مناقشة موضوع هذه الحلقة، وينضم إلينا من الحديدة أستاذ العلوم السياسية هناك بالجامعة الدكتور ناصر محمد ناصر. أهلا بك دكتور ناصر. أهلا مرحبا دكتور ناصر. نتحدث عن أكثر من عام على انطلاق المحادثات السياسية بين حكومة عبد الرب منصور هادي وميليشيا الحوثي والمخلوع، ومع ذلك في كل مرة نعود إلى نقطة الصفر عندما يتم الحديث عن الحل السياسي، لماذا؟ المشكلة هنا في المشغل والممول، يعني اللاعبين المحليين ليس بإمكانهم اتخاذ قرار إيقاف الحرب أو تسوية سياسية. من يمول ومن يشغل القوى المحلية والمتمثل في الرياض وطهران هم بأيديهم القرار الفعلي، وبالتالي إذا حصل هناك توافق سعودي إيراني على إنهاء المشكلة فسوف تحل المشكلة. ما لم يحصل مثل هذا التوافق فأعتقد أن الحل سوف يكون بعيدا عن الواقع ما لم تحدث مستجدات أساسية في الداخل اليمني، مثل انهيار اقتصادي، مثل ثورة شعبية عارمة إلى آخره، يمكن أن تغير من طبيعة هذه المعادلة. أما إذا استمر الوضع الاقتصادي في الداخل متماسك فأعتقد أن القرار في هذه الحالة سوف يكون بالتوافق بين الرياض وطهران. إعلان الميليشيا على لسان صالح الصماد عن استعدادها لهدنة تتضمن وقف الغارات من جانب التحالف مقابل إيقاف هجمات صواريخها على الحدود السعودية، إلى ماذا يشير برأيك؟ لا، هو أنا أعتقد هو يشير إلى وجود أزمة داخلية، هنا أزمة اقتصادية في الداخل يبحثوا لها عن مخرج، لكن هنا
المشكلة هو مثل هذه المبادرة لن تجد لها صدى في الطرف الآخر، لا من حكومة عبد الرب منصور هادي ولا من السعودية ولا من أي جهة أخرى. هنا المرجعية واضحة. أنا أعتقد أنه الحل الذي يمكن أن يتوافق عليه الجميع هو مؤتمر الحوار الوطني، العودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعتقد أن بإمكان سلطة عبد الرب منصور هادي أن تسهل الموضوع وألا تصر على مبدأ تفعيل العقوبات الدولية، لأن في هذه الحالة سوف تدفعهم إلى حرب، يعني حرب إلى ما لا نهاية. إذا لم يجدوا لأنفسهم مخرج وأصبحوا ملاحقين فسوف يختارون طريق الحرب. وبالتالي أعتقد أن التنازل المطروح من الطرفين، مطروح من الحوثي أن يعود إلى مخرجات الحوار الوطني، ومطلوب من عبد الرب منصور هادي أن لا يصر على مبدأ الملاحقات بالنسبة للأشخاص الذين ورد ضدهم عقوبات في قرار مجلس الأمن. طيب، في المبادرة المطروحة من قبل صالح الصماد هناك نقطتين أريد مناقشتها معك. النقطة الأولى فكرة فصل المعركة الداخلية بين اليمنيين عن معركة الحدود، وأيضا حرص المخلوع صالح والحوثيين على تصوير الصراع الدائر الآن بين السعودية واليمن، كيف تنظر لهاتين النقطتين وتقرأهما؟ لا هو يعني المشكلة أساسا هي مشكلة في الداخل اليمني، مشكلة بين اليمنيين أنفسهم. القوى الإقليمية هنا وجدت نفسها في خضم الدفاع عن مصالحها تقف مع هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي لابد من حل المشكلة بين اليمنيين أنفسهم. القوى المتصارعة في الداخل هنا لم تستوعب الأخطاء التي وقع عليها فيها علي عبد الله صالح، وهو أنه ليس بوسع طرف واحد أن يسيطر على اليمن بمفرده، لا علي عبد الله صالح ولا الإخوة المسلمين ولا جماعة الحوثي، هذا محال. علي عبد الله صالح لن يعود أمس، لن يعود اليوم أبدا، والحوثي لن يستطيع التمسك بالوضع إلى ما لا نهاية، ولا جماعة الإخوة المسلمين بإمكانها أن تنفرد بالوضع. وبالتالي أعتقد المشكلة هنا بين اليمنيين أنفسهم، وعلى اليمنيين أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات وأن يقبلوا بحلول وسط، وهذه الحلول الوسط قد تم التوقيع عليها وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. طيب، تجاهل الحوثيين لمعركة الداخل من خلال مبادرة صالح الصماد، إلى أي حد هذا يؤثر على التوجه نحو أي أو إيجاد أي فرصة للحل السياسي للأزمة اليمنية بين اليمنيين؟ هو لم يؤثر، لأنها الطرف الآخر لا ينظر إليها بجدية. يعني هو السعودية ردت على المبادرة هذه بأن المشكلة هي أساسا بين اليمنيين أنفسهم، وسلطة عبد الرب منصور هادي هي أي سيكون وضعها في حالة حدوث مبادرة أو مفاوضات بين الحوثي وبين السعودية، ما هو مكانها؟ وبالتالي هنا أعتقد هذه المبادرة هي ميتة من قبل أن تولد أساسا. طيب، ولد الشيخ في مسقط يبحث عن هدنة مؤقتة، يقال أنها ربما تقود إلى هدنة شاملة وأن يعودوا من جديد إلى طاولة المحادثات، هل تتوقع أن تنجح جهود ولد الشيخ وتنطلق جولة رابعة من المحادثات ونتحدث عن هدنة طويلة؟ الهدنة هنا لا معنى لها، لأنه هو ما هو الأساس الذي يبنى عليها الهدنة؟ يعني هنا الهدنة ليس لها أي قيمة. هنا موازين القوى على الأرض هي التي سوف تقرر ما الذي سوف يحدث، سواء إما هدنة أو اكتساح عسكري أو صمود إلى آخره. الوضع الاقتصادي أعتقد أن ميزان القوى هنا في الداخل يتحدد أساسا الآن في المرحلة هذه بالوضع الاقتصادي. المجتمع الدولي لن يسمح لعبد الرب منصور هادي وحلفائه بفرض سلطة الأمر الواقع وباكتساح اليمن، لأن هناك مخاوف من الإسلام السياسي وجماعة الإخوة المسلمين. لكن ما يمكن أن يغير طبيعة المعادلة القائمة هو الوضع الاقتصادي في الداخل. إذا انهار الاقتصاد في الداخل سوف يعاد خلط الأوراق، وسوف تقدم تنازلات جديدة من قبل صنعاء، وعندها يمكن الوصول إلى تسوية، وأعتقد أن هذا ممكن حدوثه. طيب، الميزان العسكري لصالح من؟ الميزان العسكري هو لا يعتمد على قوة الطرفين فقط. الميزان العسكري لو حسبنا قوة الطرفين هو المصلحة قوة التحالف، ولكن بما أن هناك فيتو أمريكي روسي على إيجاد حسم عسكري بسبب التخوف من جماعة الإخوان المسلمين، فإن الميزان العسكري هنا بفعل التدخلات الدولية هو متوازن، ليس بوسع أحد من الطرفين أن يحسم ميدانيا، لا بوسع الحوثي أن يسيطر على اليمن بكاملها، ولا بوسع عبد الرب منصور هادي أن يصل إلى صنعاء. ما لم تمام ينهار الوضع الاقتصادي في الداخل هنا يمكن أن يفرض معادلة محلية جديدة يفوق تأثيرها تأثير المعادلة الدولية. سؤال أخير دكتور ناصر، معطيات وأسباب الفيتو الروسي الأمريكي باعتقادك لماذا؟
السبب واضح هنا، يعني هو معركة الولايات المتحدة هي ضد الإرهاب التي ترى أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل الحاضنة الخلفية لهذا الإرهاب، وبالتالي هي ترى بأن الإخوان المسلمين هي القوة الأساسية المنظمة خلف عبد الرب منصور، هذه سلطة عبد الرب منصور، هذه سلطة شكلية خصوصا بعد انهيار الجيش، وبالتالي هي لن ترضى أن يكون البديل للحوثي هو جماعة الإخوان المسلمين، ومن هنا ترفض مسألة الحسم. لكن هذا الحسم أقول ممكن أن يأتي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل. لكن عندما نتحدث عن واجهة الحكم وواجهة الحكومة الشرعية الآن، لا يوجد من يمثل الإخوان المسلمين، نتحدث عن عبد الرب منصور هادي يمثل المؤتمر الشعبي العام، وأيضا من هم معه في الحكومة، أحمد عبد بن دغرة أيضا رئيس الوزراء. أنا لا أتكلم عن وجهة نظري، أنا أقول لك وجهة نظر الحكومة الأمريكية ترى بأن انهيار الجيش اليمني جعل عبد الرب منصور هادي تقريبا معلق في الهواء بلا سلطة، وأن القوة الحقيقية التي تقاتل في الميدان هي قوة حزب الإصلاح وجماعة علي محسن، وكلهم تصنفهم الولايات المتحدة على أنهم حاضنة لقوى الإرهاب إلى آخره، هذا وجهة نظرها تمام، وبالتالي هي لا توافق على إيجاد حسم عسكري يكون الإصلاح فيه بديل للحوثي. شكرا جزيلا لك دكتور ناصر محمد ناصر من جامعة الحديدة، كنت معنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. ينضم إلينا من مأرب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم سيادة اللواء. تتجه التحركات نحو فرض هدنة جديدة، كيف تنظرون في الجيش الوطني إلى هذه التحركات في هذا التوقيت؟ الحقيقة أن ما قاله الدكتور ناصر هو عين اليقين، فقد قرأ ما جرى وما يجري وما سيجري بعين الباحث الفاحص المطلع المعايش الأحداث. أنا أقول الجيش الوطني اليمني جيش الشرعية جيش قوي، ولديه إمكانيات مادية وبشرية غير عادية، ولديه مقاتلون يعني يمتلك من المقاتلين الأشداء الذين يتميزون بالمعنوية العالية والقدرة على الحسم ما يؤهله للنصر. ولكن شوف، ولكن هذه هي دائما مشكلتنا، ولكن العائق الأكبر أمام حسم المعركة لصالح الشرعية هو ما ذكره الدكتور ناصر الكمين، الفيتو الدولي. وأنا تحدثت عن هذا الموضوع حينما وصلت قوات الجيش الوطني إلى نهم، إلى مشارف صنعاء، حينها قامت الدنيا أو قامت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وروسيا ولم تقعد حتى هذه اللحظة، واستخدمت كل قدراتها وإمكانيتها العسكرية يعني والسياسية والأدبية وكل أوراق الضغط لمنع استمرار المعركة وحسمها لصالح الشرعية، وبدأت تراوح العملية السياسية في مكانها، تستدعي مع القوى السياسية من جديد، حوار من جديد، فشل يتكرر. ثم طيب أنتم في الجيش الوطني، في الجيش الوطني اللواء محسن خصروف، كيف تتعاملوا مع هذا الفيتو، وكيف يمكن فهم هذا الفيتو في ظل حديث الحوثيين عن أن هذه الحرب التي هي مفروضة عليهم من قبل عدوهم أمريكا، وبالتالي نتحدث عن يا عزيزي نحن في الجيش الوطني لا يمكن إلا أن نكون مؤسسة وطنية تتبع قيادة شرعية وتنصاع لها بالمطلق بعد الله سبحانه وتعالى. طالما والجيش جيش وطني والولاء للشعب والقيادة للشرعية، هنا يصبح الجيش الوطني مؤسسة يعني يمارس العمل المؤسسي وينقاد القيادة السياسية وينفذ أوامرها. نحن لسنا ميليشيات، الميليشيا تقبل وترفض، نحن لا نمتلك في الجيش الوطني أن نرفض قرار سياسي يتخذه الرئيس عبد الرب منصور هادي أو الحكومة أو القيادة العسكرية الميدانية أو القيادة العسكرية. الجبهات هذه الأيام تشهد حالة جمود، ربما هل اتخذ قرار سياسي بتجميد الجبهات كمقدمة لفرض هدنة ربما؟ ليس هناك جمود في الجبهات، هناك قتال وهناك انتصار. الجيش الوطني هذه الأيام يحقق انتصارات في كل الجبهات، لكنه في موضع الدفاع ربما، ليس في موضع الهجوم. يعني بل في موضع الهجوم وأحيانا في موضع الدفاع. شوف المعركة تحكمها ظروفها، ونحن عندما نتحدث حديث ونعيد الكرة حوله يعني يصبح الكلام ممجود. أنت قد قلت القول الفاصل، وناصر الكمين قال القول الفاصل، والأمريكان قالوا قولهم وفرضوا علينا حال لا نرضى. لكن أقول لك أن المقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز وفي الضالع وفي لعج وفي إب وفي المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي وعرب وفي الجوف ومأرب والبيضة يقاتلون
ويواجهون باستمرار دفاعا او هجوما، وفي كل معاركهم ينتصرون. هذا هو الملمح الرئيسي، ان الجيش الوطني والمقاومه ينتصرون في كل معاركهم. ان هناك عائق، ان هناك مانع، هذا امر اخر. نحن حتى هذه اللحظه لم نتلقى اوامر بالتوقف عن العمليات العسكريه او ان هناك يعني تجميد للحرب، ولكننا حينما تضطرنا الظروف ندافع. اما العمليه الهجوميه الاستراتيجيه الرئيسيه التي اقرت سياسيا من القائده على القوات المسلحه ومؤسسه الرئاسه بشكل عام، فكما تحدثنا الفيتو عليها قوي، واي كلام يقال خارج هذا السياق ليس الا من قبيل الكلام الاعلامي المستهلك. الجيش الوطني يستطيع ان ينتصر، ولكن هناك موانع تحول دون هذا، ونحن موانعنا هي بالقرار السياسيه وليست بالضغوط الدوليه. لا علاقه لنا بالضغوط الدوليه، لا نتعامل معها بشكل مباشر، نتعامل مع قرارات الشرعيه، مع قرارات رئاسه هيئه الاركان العامه، نائب القائد الاعلى، رئيس الجمهوريه القائد الاعلى، وهو هذا واضح سياده اللواء. شكرا جزيلا لك سياده اللواء محسن خصروف، رئيس دائره التوجيه المعنوي، كنت معنا من مارب، شكرا لك. ينضم إلينا من المملكة العربية السعودية الخبير العسكري العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا سيادة العميد. الميليشيا تعلن عن مبادرة تتضمن هدنة مع السعودية على الحدود مقابل وقف غارات التحالف، بمقابل وقف إطلاق الصواريخ على السعودية. برأيك ما الذي تسعى إليه الميليشيا من وراء هذا الإعلان عن هذه المبادرة؟ شكرا للاستضافة، تحية لك وللمستمعين، وأود بداية أن أبارك للشعب اليمني الشقيق أعياد سبتمبر أولا. ثانيا، استمعت إلى مقدمة الأوراتواتي، مقدمة البرنامج، واستمعت إلى آراء الزملاء مختار والدكتور ناصر واللواء محسن. أود التعليق فقط على جزئيات بسيطة في على كل شخص. الأستاذ مختار الرحبي أفاد بأنه هناك بعض المعلومات عن شروط الحكومة اليمنية الشرعية والتي سلمت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وترتكز على وقف إطلاق النار ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات. وأقول هذا غير كافي، يفترض أن الحكومة اليمنية التي تمتلك الإرادة والعزيمة والقدرة الآن أن تركز على مرتكزات السلام في اليمن، وهي معروفة ثلاثة: القرار 22/16، المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، والحوار الوطني الذي وافق عليه كل اليمنيين. ما أورده الدكتور ناصر من الحديدة، أنا أعتقد أنا أخالف اللواء محسن في أنه اتفاقه معه في كل ما قال. أنا أعتقد أنه الدكتور ناصر خرج عن النص وألقى بالموضوع في جهة الرياض وطهران. أنا أعتقد أن الدكتور لم يحدد إلى الآن أين يتجه، وكأنه يشرع مع الأسف لإيران ما تقوم به في المنطقة. إيران صحيح لها مشروع، ولكن التحالف قام على أهداف وغايات ويسعى من أجل تحقيقها لعودة اليمن إلى اليمنيين. اللواء محسن خصروف وزميل وأعرفه وعزيز وافق الدكتور ناصر على كل ما قال، ولكن أنا أسأل اللواء، طالما الجيش الوطني يستطيع الانتصار فلماذا توقف؟ أين الإرادة والعزيمة؟ لا تعولوا على الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تدير أزمة ولا تبحث عن حل. العالم مشغول، رأينا مهزلة الأمم المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن، وجدنا قبول للرئيس هادي في مجلس الأمن، وجدنا كعب اليمن عالي وكعب التحالف، وبالتالي يجب على الحكومة اليمنية طالما تمتلك الإرادة والعزيمة وذكر أنه الجيش الوطني يستطيع الانتصار فيجب ألا يتوقف ويستطيع. هو أرجع السبب اللي هو محسن خصروف، أرجع السبب إلى فيتو أمريكي روسي يمارس كضغط يمنعهم من التقدم نحو صنعاء. نستطيع أن نقول لا، نحن أصحاب الحق واليمنيين أصحاب حق، وهما الشعب اليمني والرئيس هادي وحكومته أصحاب حق وأصحاب مشروع واضح، وليس تنفيذ لمشروع تقوم فيه دول إقليمية
مدعومه من دول خارجيه. سياده العميد علقت على حديث الدكتور ناصر، وهو ربما لخص ما يحصل انه صراع اقليمي، ربما الاقليم هو من يملك الكلمه الفصل في حسم ما يحصل في اليمن سواء الرياض او طهران، لانه من وجهه نظر الدكتور ناصر يقول ان كل طرف ربما يبحث عن حمايه مصالحه في اليمن. بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي، كيف ينظر إلى حسم معركة اليمن؟ هل هو قادر على حسمها ربما من خلال مفاوضات سياسيا أم يفضل حسمها عسكريا؟ بداية أنا أحترم رأي الدكتور ناصر، وحق من حقه حقوقه الخاصة والعامة أن يقول ما شاء، ولكن لا يجب أن نشرع لإيران فيما تقوم به في الجزيرة العربية. هذه نقطة. نعم، يستطيع التحالف بعد عون الله سبحانه وتعالى والجيش الوطني اليمني واللواء قصروف الأخ محسن يعرف بخصوصياته، وأفاد علنا وأمام الجميع أن الجيش الوطني أصبح جيش كفو يمتلك القدرة ويمتلك الإمكانيات وإمكانه العمل ما يقوم فيه. أعود لسؤالك عزيزي. في نص دقيقة، لم يعد لدينا وقت سيادة العميد. يجب أن نعرف أنه هذا الموضوع ما قام فيه علي عبد الله صالح وصالح الصرماد رئيس مسمى المجلس السياسي الأعلى لا يخرج عن بعده السياسي والاقتصادي والبعد العسكري والاجتماعي. هم يريدوا أن يبعثوا رسائل للعالم وللسعودية والتحالف أنهم يبحثون عن السلم ليشرعوا ولو ضمنيا أعمالهم وقيادتهم للانقلاب. ثم الحوثيين يرغبون نقل المعركة من الحدود السعودية إلى الداخل للاستفادة من آلاف ما تبقى من الآلاف الذين لم يقتلوا إلى الآن على الحدود السعودية لاستخدامهم كوقود لقتل اليمنيين في الداخل. أنا أعتقد أنه رد التحالف كان سريع على لسان سعادة اللواء أحمد عسيري، وأنه لا يمكن أن يكون هناك هدنة سبعنا من عام كامل عبارة عن مسرحية. لا يمكن هناك يكون هدنة إلا عبارة عن تسوية شاملة وحقيقية كما قال لي أحمد عسيري. شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي، كنت معنا من الرياض، والشكر موصول أيضا لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام، تحيات زملائي في طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة كمال حيدر، في أمان الله.